منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. كنتم تسمعوا في إذاعة الحياة فام، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة. كما قلت موضوعنا لليوم الفوائد النفسية للرياضة. نعود نرحب مدام لميا الجيبسي معنا اليوم، أستاذ تربية بدنية ورئيس جمعية فسقيط الأغالبة للرياضة للجميع. نبدأ معك مدام لميا، باش نحكيوا على الفوائد النفسية للرياضة. اليوم كما قلت نسبة للأسف معناتها كبيرة برشا، الناس مش قاعدين يمارسوا في الرياضة. وإحنا كنا في الأوف حكينا شوية على رياضة المشي على الساقين، يعني المارش. في ساعة نعرف شوية باش المستمعين يعرفوا، هي رياضة اختصاصها، هي جمعية اختصاصها رياضة المشي. في الحقيقة اخترناها خاطر رياضة سهلة تتمشى مع الأعمار الكل، ما تتطلبش معدات، ما تتطلبش مجهود خاص، ما تتطلبش مهارات خاصة. نجمون نمارسوها في كل وقت، نجمون نمارسوها في أي مكان، بخلاف الفوائد النفسية والبدنية والاجتماعية. هي جمعية الحقيقة تنشط عندها 5 سنين، كانت مش جمعية قانونية، وبعد عملنا هيئة مديرة رديناها قانونية، نزلت في الرائد الرأس في الرائد الرسمي. ننشطوا 3 أيام في الأسبوع، كانت حبتها وبعد نقول اللي يحب ينضم معنا الأيامات اللي ننشطوا فيهم. وننشطوا زادة مش كان في الفسقية، نخرجوا للطبيعة. فما مسالك صحية مزيانين برشا خارج المدينة، ننشطوا فيهم. بالنسبة لأنا للفوائد النفسية مش باش نتكلم فيها برشا، باش خلي سي فيصل اختصاصه هو علم النفس. دونك جوست أنا شوية نحب نقول راي الرياضة هذية. ساعة يشيك واحد يقول لك أنا ضعيف، راني ما نحتاجش نعمل رياضة. نحب نقول له راهو الرياضة مش كان للسمان، حتى ضعيف يحسن اللياقة البدنية، يقوي العضلات نتاعو ويكسب مناعة، وخاصة الجانب النفسي اللي احنا توا ياسر نعانيو فيه، الروتين وستريس. دونك يجي حتى يفرهد على روحه، خاصة احنا الحقيقة في الجمعية ننشطوا في جو مرح، نخرجوا شوية من الفسقية، علاقتنا طيبة، تقولش علينا يعني عائلة واحدة احنا، تقولش علينا أسرة. دونك عندها فايدة، كما تعرف الروتين يعني، خاصة احنا نسيت تقول لك انا ما عنديش وقت، والضغط والدار والصغار وقرايتهم. بدنك نحب نقول لهم راهو بدنك عنده عليه حق، يزمك تفرهدوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. ولذا يزمنا نفرهدوا روحنا، نسرقوا الوقت. هو مسألة نظام راه، يعني المرأة ولا الراجل ينظم روحه ويلقى يخصص وقت لروحه كما هو مخصص 90% من وقته لغيره. مثالش هو بش، وهذا الكل باش يأثر إيجابيا على الانتوراج نتاعو وعلى العائلة نتاعو. دونك مرحبا بالناس كل، ونعطي الكلمة لسي فايصل. قبل ما نبدأ مع الأستاذ فايصل على الفوائد النفسية للرياضة، ناخذ معنا مثالش أستاذ مدام روضة معنا بالتليفون. مرحبا بك مدام روضة على إذاعة الحياة فام. وبيك عايشك، شكرا على هالفرصه للحياة اف ام. شكرا لكل، وشكرا مدام لميا وجميع الحضور. يعطيك صحه مدام روضه. دونك انت عندك تجربه خاصه مع ممارسه الرياضه، فرحانين انك تقسمها معنا وتحكي لنا على المباشر. خلي على الاقل الناس اللي يسمعوا فينا يستفيدوا من تجربتك. الله يخليك، مرحبا بكم الكل. روضه كبيري، عندي 36 سنه في التعليم، وبالطبيعه اللي يكون في التعليم يكون مارس رياضه معناها مع التلامذة، وكذلك كنت لاعبة في كرة اليد في معهد ترشيح القيروان، وكذلك في معهد ابن رشيق لعبنا كرة اليد في الفرق النسائية. بالنسبة للرياضة، أنا كاتبة عام جمعية تسقيط أغالبة للرياضة للجميع اللي ترأسها مدام لميا، وعنا مجموعة طيبة ينشطوا معنا. بالنسبة للرياضة، قبل كنا في الفرق المدرسية، كانت فرهد ياسر على الصغيرات الحقيقة، وكان عندها حضور معناها باين يعني في المجتمع الكامل، وكانت عنصر أساسي، وإن شاء الله ترجع لنا خاصة في هذه الظروف هذه اللي الإنسان صحته، والكورونا عافانا عافاكم الله،
الجانب لو سمحت لي مدام روضة يا مرحبا بك على كل في وبيك يا في برنامجنا. انا بودي نستغل الفرصه انت معنا كمربيه وعندك تجربه تبارك الله في المدارس على وضعيه الرياضه اليوم في المدارس، لانه المدارس الرياضه نبدا مع الناشئه من السنوات الاولى في التعليم واهميتها. انت قاعده تذكر مبكري على يمكن الماضي الجمعيات الرياضيه، الان وضعيه الرياضه الان في المدارس بالنسبه لوضعيه الرياضه حسب المؤسسات التربويه الحقيقه ما نجموش ننسيو تختلف من مؤسسه من مدرسه لمدرسه حسب اي تختلف من فضاء لفضاء. عندما تقول حسب ايش معناها؟ معناها فما مؤسسات فيها رياضه حسب البنيه التحتيه فيها المدرسه، فما مدارس فما مدارس فيها ملاعب وفيها رياضه، وفما مدارس ما تمارسش فيها الرياضه اكيد، وفما مدارس ضروري يقولوها هذه ضروري، فما مدارس الاساتذه نتاعها يضطروا ياخذوا نقولوا احنا اشغال يقريوا يتنقلوا من مكان لمكان. الرياضة موجودة لكن في جدول التلميذ أحيانا نلقوها ملحقة مع المواد الأخرى، يعني يمارسها المربي اللي يقري الفرنسية واللي يقري مجال العلوم واللي يقري مجال العربي، يعني هو ياخذها ساعة مع سوايع الدراسة نتاعو قادمة. ما فماش أساتذة متخصصين بالرياضة يتدخلون في ثم ظروف صعيبة ما تخليهش يمارسها كيما يكون. وهذا يأثر على الجانب النفسي نتاع الطفل اللي نحن توا قاعدين نعانيو منه الحقيقة، مع ضغوطات كثرة الدروس، مع ضغوطات المحضة ذيك الثقيلة، مع التوقيت نتاع الولي اللي هو الحقيقة ظالم للعائلة الكل للأسرة الكل. توقيت الولي ما عندوش الوقت هو نفسه حتى باش يمارس الرياضة، واللي نحن قاعدين في جمعيتنا الحقيقة نخدموا عليه مع جميع الأعمار مع جميع القطاعات. التلميذ عندي تلامذة اللي كل يوم يجيوا راقدين يجيوا تعبين يجيوا ما ينجموش يخدموا ما ينجموش حتى ماكلتهم يفطروها. عندي المريض بالسكر، عندي اللي عندنا التوحد، عندنا برشا ظواهر تولد السمنة، معناها قلة الحركة متاع التلميذ يولي كونيكتي كل يوم. هو الموضوع هذايا يستاهل حصة وأكيد احنا للمواضيع هذه ناخذوها بعين الاعتبار مدام روضة. وضع الرياضة وضع الرياضة في المدارس فما اجتهادات الحقيقة في فيصل ما ننكروش، فما اجتهادات، فما فرق قاعدة تخدم في المدارس، فما أساتذة ناشطين ومن بينهم مدام لميا اللي هي اختصاصها سباحة، ورغم ذلك هي تمارس معانا في الجمعية يعطيها الصحة هي وغيرها وبرشا موجودين. وأنا زيدي تربيت على أيدي نذكر منهم سيدي جابر الطويبي اللي هو علمنا الرياضة، وبرشا أخرين أساتذة في عبيد العلويني، سيد العياري، برشا محمود العلاني به مدام روض الكل نعم يعطيهم الصحة الكل ثمنوا مجهودات. ما حبينا نحكيو معك شوية من تجربتك مع الرياضة، أعطينا هكا الإيجابية في ممارستك للرياضة، الفوائد النفسية اللي أنت اليوم تحس الفرق بينك أنت وبين إنسان ما مارسش الرياضة في حياته. احنا عنا الحركات الجماعيه في القسم بخلاف الرياضه، عنا في كل ما بين ماده وماده اي مربي نجم يجتهد ويعمل حركه تنفس، حركه معناها تسهل الدوره الدمويه وتنشط التلميذ وتخليه يتفرهد وينتبه. مدام سامحني مدام روضه، انا نحكي هي هاي معاك مدام روضه احكينا انت ايش استفدت من الرياضه، مش التلامذه في الجمعيه شنو اللي انت استفدت منه؟ ما ونش نحكيو على التلامذه، يلا عاد وريني. انا بعد غياب مده طويله على الرياضه رجعت الحقيقه في جمعيه تسقيط اغالبا للرياضه للجميع. الحقيقه ممارسه الرياضه خلتني ننطلق، خلتني نكسب ثقه في روحي اكثر، خلتني نتعرف على برشا ناس اخرين، خلتني عندي القدره في التواصل خير من قبل الحقيقه، خلتني جدا نكون معناها كاني خليت انصات بالنسبه للمجموعه اللي دايره بيا، وننصحوهم احنا مدام لميا والمجموعه اللي معانا، نخرجوهم في مسالك صحيه ومسالك سياحيه، ننصحوهم الحقيقه ويسمعوا كلامنا، ونحاولوا انه يراقبوا الصحه نتاعهم. الحقيقه ممارسه الرياضه وخاصه رياضه المشي مع جمعيه تسقيط اغاده للرياضه للجميع نكهه ما ينجم يكتشفها كان اللي يجي بحذانا ويعيش اللحظات.
فوالا مدام روضه، هذا شنو حبينا نسمع اليوم من خلال تجربتك انت هذه الايجابيه. ان شاء الله يكون المساج اني عندي برشا نشاطات في البلديه، مستشار بلدي، وعندي برشا جمعيات ننشط فيها والتعليم ومعناها هذيك الكل الرياضه هذيك التسع حصص اللي نعملها. هو ساعات العمل في حد ذاته ينجم يكون نشاط رياضي، اللي يتحركوا برشا سور تيران، الناس اللي يخدموا خدمتهم شويه على الاقل ما يبداش هكا ديما قاعد في نفس في الجانب النفسي. الرياضه ساعه تعلمك الانضباط، تعلمك معناها الصبر، تعلمك احترام الاخر، تعلمك برشا حاجات، وتعلمك تحافظ على صحتك وتحافظ على صحه غيرك. هذا هو الحقيقه اللي تعلمناه، وان شاء الله نوصلوه لغيرنا ان شاء الله. يعطيك صحه مدام روضه، ان شاء الله ديما في الاستماع لبرنامجنا، وان شاء الله ديما تقعد هكا في فورمه وديما تمارس الرياضه. ميساجنا للناس اللي يسمعوا فينا زاده ان شاء الله يقتديوا بهالتجربه هذيا، يمارسوا الرياضه. ما الرياضه ما عندهاش عمر، ما عندهاش مكان، وكما كنت تقول انت خاصه ممارسه المشي على الساقين ما يتطلبش برشا، ما يتطلبش مجهود، وما يتطلبش تكلفه ماديه، ما يتطلبش معدات، وما يتطلبش زادة قاعة رياضة. نرجع معك أستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، تحكينا شوية على الفوائد النفسية للرياضة اللي كانت حكيت عليهم شوية مدام روضة. مدام روضة أشارت لبعض الإيجابيات في ممارسة الرياضة. أنا مش نرصد ثلاثة مستويات من الفائدة في العلاج النفسي. عادة النفس البشرية لها ثلاثة مكونات، هي الأفكار والصور اللي في رؤوسنا، كل ما هو تفكير، المشاعر، والأحاسيس الجسدية. هذم الثلاثة مكونات دائما مترابطين ببعضهم. أي خلل يقع أو اضطراب يقع على مكون مكونات الفكرية ولا المشاعرية ولا الجسدية تأثر على البقية. إذن للتوازن، باش الواحد يكتسب توازنه النفسي، أسهل طريق باش نوصلوا للتوازن على ثلاثة مستويات هو الجسد. كي ندخلوا بالجسد من خلال الاسترخاء، من خلال المشي، من خلال الحركات، من خلال التنفس، يخلي هذا كأنه يعدل المزاج بالنسبة للأفكار المتشوشة، أو يعدل المزاج بالنسبة للانفعالات، الغضب ولا الحزن ولا الكآبة ولا كل المشاعر تنجم تتعدل من خلال الجسد. هذا باش نعطي قيمة، نعطي أهمية لقيمة الجسد في العلاج النفسي. الجسد هو المدخل الأسهل والسهل والمباشر باش أي معالج نفساني يقدر يأثر ويعدل المزاج على المستوى العاطفي وعلى المستوى الفكري. هذه أهمية الرياضة، أهمية التحرك، أهمية الحركة، أهميتها في هذا المجال، لأنه يعطي كما قلت التوازن النفسي. الفائدة الثانية باش نكون على عجالة ونعطي باقتضاب، الرياضة، أي رياضة تتمارس لها أخلاقيات، ما نسميها أخلاقيات الرياضة، وبخصوص كظل تتمارس في مجموعة. هناك أخلاقيات عالية للرياضة يكتسبها الإنسان من خلال ممارسته لأي جانب من جوانب الرياضة. عندما الناشئة، هذا علاش بكري أشرت لمدام روضة، تحدثنا على الرياضة في المدرسة، لأن الرياضة مش حركات جسدية وبس، وإنما فما أخلاقيات يتعلمها الإنسان أي كان المكان اللي يمارس فيه الرياضة. الجانب الثالث من الفائدة، أي رياضة تمارس سواء كان المشي أو كرة اليد، كرة السلة، السباحة، لها قوانين من مارسش هكاك. إذن الإنسان يتعلم الانضباط إلى قوانين بسيطة، ولكن تعلموا القوانين هذه باش يكون اجتماعي، باش لما يمشي للمجتمع باهي. استاذ فيصل متعلم، تفضل معنا مدام ليلى، خلينا نسمعوا تجربتها مع الممارسه الرياضه بشكل فردي والا بشكل جماعي، ومن بعد نرجع معك. مدام ليلى مرحبا بك على موجة الحياة فيه. الو عسلامه، مرحبا بكم. مرحبا مدام ليليا. مدام ليليا، ليليا مرحبا مدام، سامحني غلطت في الاسم. مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين حياة اف ام. انا الحقيقه من اول المنخرطين في الجمعيه من عام 2017، والحمد لله يا ربي نعتبر روحي محظوظه اني التحقت بالجمعيه هذه اللي هي جمعيه تفكيك الغالبه للرياضه للجميع،
والحقيقة نحب نشكر ولو إن هي ما تحبش ديما الشكر والكل، خاطر بصراحة كانت فكرة ومبادرة طيبة من ناحيتها مدام لانيا الجيبسي، نقولها أختي بليتو هي ما تحبش قلت لك هذه الكل. نحب نقولها ربي يبارك لك في صحتك وفي البنات، ونشكرها بصراحة على خاطر أعطت فرصة. وتعرفوا اللي قروين ناقصة برشا، لكن تفتقر مش ناقصة الموين دو الوزير وسائل الترفيه. ونحب نشكر زيادة الأعضاء الأخرين منهم سي خالد عيد، سي قاسم القضامي، سي فيصل أختي روضة الكبيري، الحقيقة الكل محارسين على نجاح الجمعية هذه. أنا من خلال باهي مدام روضة سامحني مدام ليليا، خلينا نحكي شوية على تجربتك أنت مع الرياضة. يعطيهم الصحة القائمين على الجمعية هذه، كل شغلة نثمنوا مجهودات الناس اللي تخدم بالحق بضمير. يعطيهم الصحة مدام لميا هاي اللي حاضرة معنا اليوم في الاستوديو. حبينا نسمع يعيشك، حبينا نسمعوا تجربتك أنت مع الرياضة، مع الأنشطة الرياضية، شنو أعطاتك تجربتك هذه مع في معناتها في ممارسة الرياضة؟ انا والله اعطتني برشا حاجات. انا كنقول لك انا بحكم اني نخدم، معناها وصلت ماك تعرف واحد يخدم ودار وصغار والكل، مش بالسهل انك معناها تمشي وتمارس رياضه المشي. انا الحقيقه جاتني في بريود صعيبه، الحمد لله قلت كنت سما روحي محظوظه. انا في 2017 توفت الوالده، هكا رقيت الجمعيه هذه، يعيشك تعيش وترحم. رقيت الجمعيه هذه مشيت فيها الحقيقه، والحمد لله يا ربي ما ندمتش. تو عندي 5 سنين الحقيقه تحسنت صحتي برشا برشا. كنت نعاني مثلا عندي فقرات في ظهري، الحمد لله تو لاباس. كنت نعيش هكا في ستريس تلمو، تصور انت معناها راجلي في قضيه نهار كي نبدا ستريسي هكا الاعصاب، يقول يا اخي شبيك اليوم ما مشيتش، ما عملتش، ما عرفتش، ما مشيتش للفسقيه، علاش؟ انا الحقيقه الحمد لله معناها تجربه انا بالنسبه لي انا الحمد لله ناجحه وارتحت منها صحيا، سيرتو صحيا. قديش عندك من عام مدام ليليا وانت تمارس الرياضه؟ عندي 5 سنين من اول ما تكونت الجمعيه، من عام 2017 الحمد لله. وجمعيتنا مدام عليها ناس مدام ليليا تخلف المارس عندها برشا تبارك الله، عندها مدام ليليا سامحني مدام ليليا عندي سؤال صغير، حبيت نقول لك شنو اللي تبدل في حياتك ال5 سنوات هذوما وانت تمارس في الرياضه وقبل؟ شنو الفارق؟ الفرق كنت قبل مثلا هكا نشكي عندي فقرات في ظهري، تو الحمد لله يا ربي تو 5 سنين ما عادش طبيب ديجا ما دخلتلوشي بالكل. الحمد لله كنت ستريس، قلت لك نروح نهار كامل خدمه وجري والهيت، يلزمني نخصص انا هكا 3 جور هذوك بار سيمين، نمشي نتفرهد نضحك نلعب نعمل مارش نعمل ديفولمون، نحس روحي تفرهدت. صدقني انا فنيا تحسنت برشا، وسيرتو قروين ماك تعرف معناها ما فيهاش موين دو الوزير تفتقر لبرشا حاجات كيما هكا كيما برشا ولايات في الجمهوريه. صحيت اي ولات لي ابيتيد نقوم يلزمني معناها 3 جور هذوكم لازم نخلق فيهم الوقت بالصيف، معناها يلزمني هذاك باش نمشي باش نتفرهد. يعني مدام ليليا نصيحتك سامحني خلي من تجربتك انت، الناس اللي يقولوا ما عندناش وقت باش نمارسوا الرياضه، عندنا عائله عندنا صغار، لازمك تخلق وقت بالصيف صحتك انت. علاش واحد نتلذذ باش الله لا يقدر نمشي ولا طبيب والا نوصل لمرحله معناها في تروتار، معناها يلزمنا نمارسوا الرياضه، يلزمها تولي ابيتود فينا احنا، فهمت؟ وبصراحه وعندنا برشا تظاهرات وانشطه، تعرفنا فيها على برشا عباد، نعملوا ترفيه، تنشيط، خرجات عائليه، عاد شاركنا في عده تظاهرات. الحقيقه بصراحه مكسب القروات، ونحب نقول للعباد وللناس اللي تسمع فيا الكل، وسيرتو المراه في قروات اللي تقول ما عندي وين نمشي، ما عندي وين نتفرهد، علاش عندك فين توا اليوم ولينا وين نمشي وين نتفرهدوا؟ اجا اخرج من الدار، امشي تحرك باش ما تتركمش عليك الامراض حاشاكم. الضغوطات النفسيه زاده مش كان الامراض، ان شاء الله ربي يحمي الانسان الكل. ربي يحمينا ان شاء الله ويعافينا الناس الكل، اما ما نوصلوش للكاكي من هكا، يلزمنا نخرجوا نتفرهدوا باش يبعد علينا كل شيء. انت نفسانيا تتفرهد كي تخرج هكا وتشوف معناها مناظر وتتعرف على عباد بالزنا، تتحرك وتعمل سبور وتتفرهد تعمل ديفولما كل شيء. الحمد لله يا ربي هذه الحقيقه مكسب لينا احنا، وان شاء الله يا ربي تتواصل. ونحب نقول ان شاء الله الناس الكل اللي تسمع فيها يلتحقوا بجمعيتنا اللي هي جمعيتهم هما زاده، واحنا بهم هما نواصلوا. وان شاء الله يا ربي نتمنى لجمعيتنا مزيد من التألق ومن النجاح،
وشكر خاص لكنتي زيدة. يعطيك الصحة مدام ليليا، المشاركتك معنا الطاقة الإيجابية اللي أعطيتها لنا من خلال ممارستك للرياضة في تلة 5 سنوات. تقول مدام ليليا نخلق الوقت وما نقولش ما عنديش وقت، دونك هذا ميساج للناس اللي يسمعوا فينا الكل. عمرنا ما نقولوا ما عندناش وقت، نحاولوا الوقت ننظموا أوقاتنا ونلقاو الوقت. احنا ما 3 غير ربع مازلنا مواصلين معاكم من توا حتى للأربع متاع العشية، مازلنا باش نستقبلوا برشا تليفونات وباش تسمعوا برشا شهادات معنا الناس مارسوا الرياضة. نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجعوا لكم، ما تبعدوش بعيد، ما تبدلوش الموجة. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة. ما 3 رجعنا لكم من جديد وانتم تسمعوا في اذاعه الحياه فهم. تحيه كبيره لكم وين ما يوصلكم صوتا. نعاود نذكر الناس اللي التحقوا بنا توا في الاستماع، ما بداوش معنا المشوار. موضوعنا لليوم الفوائد النفسيه للرياضه. كنا سمعنا شهادات من سيدات يمارسوا في الرياضه، ماذا بينا نسمعوا زاده اصوات الرجال اللي قاعدين هما زاده يمارسوا في الرياضه. وعندنا جوست ملاحظه صغيره باش نقولوها، انه جمعيه فسقيط الاغالبه للرياضه للجميع هي على اسم على مسمى الرياضه للجميع. احنا خذينا شهادات نتاع نساء باش ناخذوا زاده تباعا شهادات نتاع رجال يمارسوا في الرياضه. دونك الرياضه للجميع ماهيش حكر على النساء فقط، العائلات معناتها مختلف الفئات الاجتماعيه. معنا بالتليفون، نستقبلوا التليفون الثالث. مرحبا. الو عسامة. مرحبا مدام، كي تقدم لنا روحك. اجني انا مدام حنان بن جلون، مغربيه في الاصل، نعيش هنا في القيروان. الحقيقه ننتمي لجمعيه الفسقيل الاغالبه. بالنسبه معناها الممارسة الرياضة في الجمعية الحقيقة تعطيك برشا معناها شو نقولك، برشا كوراج، فهمت، شجاعة، تحيلك ستريس وخليك على راحتك باللهجة المغربية الحلوة. ماذا بينا احنا ننوعوا في اللهجات، نسمعوا هكا الصوت المغربي. تحيه من خلالك انت للمغاربه الكل. احنا كما قلت لك مدام نحكيوا على الفوائد النفسيه للرياضه، انت شنو الفائده اللي تحققت لك من ممارستك للرياضه؟ اول حاجه تعرفت على ناس مزيانين، نحكي مغربه مغربيه هاي بالتونسي هاي هاي. خاطر انا بحكم نعيش معناها لهنا، نمشي للمغرب تحب لي جمعه باش نرجع للونغاج بتاعي، فهمت علاش. دونك مهم هي بالنسبه لي، انا لقيتها الحقيقه متنفس معناها باهي. بالنسبه هي للرياضه كمشي تنشط الجسم، تعطيك قوه، تعرف على ناس. الحقيقه تعرفت على ناس باهين، امهات، جدات، من جميع الاعمار، فهمت، نحبوا بعضنا، نخرجوا مع بعضنا، عائله واحده. كي تصير حاجه فرحه نمشيوا لبعضنا، كي تصير لطف حاجه اخرى نمشيوا، فهمت، تعمل روابط اجتماعيه جديده معناها في اكزاكتومون. وي وسيرتو انا نعيش معناها بون جو بو دير الغربه، دونك نسيتني شويه برشا حاجات، فهمت. انت بين اهلك هنا في تونس؟ لا، بين اهلي بيان سور، نحبهم برشا ويحبوني الحقيقه، نحبهم ياسر. دونك ممارستك للرياضه كانت نسيتك كما تقول انت في الغربه، ولو انه كما قال استاذ فيصل انت ماكش غريبه، انت بين اهلك وماليك. هذه تجربتك مع الرياضه مدام هكا مدام حنين؟ وي تجربتي انك اول حاجه تنجم تنقص البوا، تعدلك السكر بايزامبل. الناس اللي عندهم السكر يمشيوا معانا وكل شيء سافا، معناها بالنسبه صحيا سافا، نفسيا زعما زاد اوسي، معناها يعطيك معناها يساعدك بالكدا نفسيا، ما يبقاش عندك داك ستريس. حتى كي تكون عندك مشاكل ولا حاجه تنجم تتجاوزها، معناها فهمت، تكون عندك مشاكل عائليه ولا حاجه تنجم تتجاوزها معناها بالسبور، فهمت. اون بلوس تنجم تضعف، انا كنت ضعفت معناها كي بديت في الاول معاهم 2018 فيفري 2018، هما بداوا فان ديسمبر 2017 وانا بديت معاهم 2018. دونك ضعفت مزيان معناها بالمارش، ابار هاك المرضى اللي جات تاع كورونا اي تو، اون كوبي معناها، فهمت هذيك علاش. سؤالي ليك مدام حنان، وانت مارست الرياضه المده اللي تقعد ما تمارسش فيها الرياضه كما قلت انت بسبب الكورونا، تحس الفارقه؟ اوه نقلق
نقونش منه معناها ويصير فيا في الحقيقه نقلق برشا فهمت يعطيك الصحة مدام حنين، إن شاء الله ديما تمارس في الرياضة هذه، وإن شاء الله ديما في فورما، وإن شاء الله ديما في صحة جيدة. تحية ليك أنت، وتحية من خلالك أنت للمغاربة الكل. إحنا مازلنا مواصلين معكم المشوار، نرجع مع الأستاذ فيصل ومدام لميا، نحكي بشوية على الفوائد النفسية للرياضة. كما كنا نسمع في مدام حنين تقول أن الرياضة نسيتها في أنها هي تعيش في غربة، حتى المشاكل العائلية اليومية تنسيهم وهي تمارس في الرياضة. هو أول يمكن ما أشاروا له المتدخلات الكل اللي سبقوا مسألة الروابط الاجتماعية، ونرجع عليها. العالم متاعنا منذ على الأقل هالتطورات والعيش بسرعة، وأصبح الحياة ضاغطة لأنه ما عادش الناس ما عادش تلقى وقت لنفسها لعائلتها للحياة الاجتماعية. إذن إعادة ضبط هالروابط الاجتماعية وإعادة إحياء الحياة الاجتماعية وفي جو كما قلت جو رياضي يعلم الأخلاق العليا، ويعلم الحفاظ على النفس وعلى الآخر، يحافظ على النفس وعلى الآخر. إذن فما روابط اجتماعية جديدة مش تتكون بين الناس الممارسين للرياضة، سواء كان رياضة المشي هذه أو رياضات أخرى. الرياضة تفتح المجال هذايا. ولما نقول الروابط الاجتماعية نتحدث مرة أخرى على التوازن النفسي. الإنسان الكآبة اللي هي سمة العصر في كل المجتمعات، أنا نذكر أنه نقول لهم أوروبا وفرنسا أكبر مستهلك للمضاد للكآبة، أكبر دولة مستهلك. إذن الكآبة هي سمة العصر وسمة الانعزال، كل إنسان منعزل في داره وفي شغله فيه. إذن لما نتفوق على هالكآبة ذي بالروابط الاجتماعية، بطبيعة الحال عندها مردود نفسي أن الكآبة تقل، وأن الحزن يقل، وأن الأمراض الجسدية اللي تنجر على الكآبة وعلى السمنة وعلى العزلة، الأمراض الجسدية ذي تقل، وتصبح الإنسان اللي يمارس الرياضة أكاد أقول أنه لن يزور الطبيب مدام يمارس في الرياضة. مدام لميا، من بين الناس اللي أنت في تعامل يومي مع الناس اللي يمارسوا في الرياضة، شنو أكثر حاجة يقولوها لك من بين الفوائد اللي هما يحسوها وهما يمارسوا في الرياضة؟ برشا. أنا عندي شهادة من منخرطة، هي مرأة كبيرة شوية في العمر، وعندها قديش عمر؟ عندها 65 70 سنه. هذه حاجه تفرح وقت اللي نلقاوها. انا زيد تحيه لامي وريده وامي زينه، هذوما كبار في العمر ويجيو ويمارسوا حتى راهو بالنيفو نتاعهم. مش معناها احنا خاطر نقسموهم مجموعات، معناها مش كل الصغير والمتوسط في العمر والكبير حسب الاعمار، وكل واحد حسب المستوى نتاعو الريتم نتاعو نتاع المشي. فتقول لي هي وين نرجع كنترول الطبيب يا اخي شكون تعمل؟ قالت لي ملي كنت ناخذ في الحرابش نتاع السكر قالت لي نحاهم لي، وهي خطرها نعرفوا الفوائد نتاع المشي لمرضى السكري. هنا نحب انا نعرج على حكايه هي جايه من الكلام اللي قالوا سي فيصل، خاصه الامور النفسيه. أني ساعة تجيني واحدة كبيرة ولا صغيرة في العمر تقول لي أنا بدني ضعيف ما نستحقش رياضة. لا، هنا حتى كأن أنت مش باش تستفيد بدنيا. ومش الهدف من الرياضة هو أنه نقصه في الوزن. لا صحيح، هو حتى نقول لها كان مش باش تستفيد معناها جسدين، ولو باش تستفيد خاطر باش تحسن اللياقة، باش تحسن باش تقوي العضلات نتاعها، المناعة نتاعها تتحسن، هي باش تستفيد من الناحية النفسية والعلاقات، يعني هي حتى الاجتماعية والنفسية. يعني حتى تقول لك انا ضعيفة الوالد نجي نعمل في السبور، مش كل السمان راهو السبور مجهود. صحيح، خاطر فما فوائد أخرى غير البدنية اللي كان يحكي عليهم، العلاقات كما قال تعلمنا الانضباط، تعلمنا الاحترام الآخر، نجي في الوقت. هذا هو يعني معناها الناس الكل تجي تعمل رياضة مش كل اللي عندهم السمنة. بيه معنا بالتليفون مدام إيمان، مرحبا بك على موجة الحياة فاهم. مدموزيل إيمان أصغر من خارطة. أي قديش عمرها؟ مدموزيل إيمان كلمتوها؟ أي حصلنا عليها موجودة معنا بالتليفون. مرحبا إيمان. عندنا أصغر من هذه أكثر واحدة عندها 5 سنين ما بطلتش بالكل. أي حكي لنا إيمان على تجربتك مع الرياضة، مع ممارسة الرياضة. والله باش نحكي لك
انا تو انا عندي 5 سنين كما قلت لك مدام لميا. قداش عمرك؟ قداش عمرك؟ 26 سنه. تبارك الله. اي عندك 5 سنين وانت تمارس في الرياضه. اي والله منضبطه ما بطلتش. انا وخويا معايا خويا نمشي نويه ونشاركوا في التظاهرات واي تظاهره نشاركوا فيها تكلمني مدام لميا نقول لها الله يبارك معاك وفي اي حاجه معناها. وكي نمشي وبعدين كل شيء نحس روحك اللي هكا متفرعدة معناها ما ستريس اللي معناها نحس فيه كل شيء نحسه اللي هكا تنحيلي معناها معناها في وزيد عملت علاقات برشا علاقات نحكي مع مطاكي ومعناها نحس روحك اللي بالسبور متفرعدة مشني معناها. ومنين جاك ستريس؟ ما والله من حياتي اليومية. حياتي يومية معناها من العمل. انت تقرا ولا تخت؟ لا من باهي باهي باهي. ما يصيرش ريزون دو بلوس تحس روحك تعمل في نشاط هكا في حياتك اليومية. وضعفتي يا ايمان ولا ما ضعفتش؟ وجو الجمعية ديجا مدام لميا وسي فيصل ومدام راء كلهم يفرحوا بينا مش مخلينا في مثلا ناقصين حتى شيء يعطيهم الصحه. ضعفت ولا لا يا ايمان؟ والله زعما هكاك مش اها اش فهمنا. المهم معناتها ايمان من تجربتك هذيا مع ممارسه الرياضه حسيت روحك وقتك مليت وقتك معناتها ما عادش تحس بالفراغ وتحس في روحك نفسانيا خير مرتاحه. 5 سنوات وانت تمارس في الرياضه ان شاء الله تواصل اكثر واكثر للتوضيح. انا من حسن لي انا احسن ان شاء الله ان شاء الله. معك الاستاذ فيصل الكعبي المختص بالمعالجه النفسيه. للتوضيح يظهر فما فيصل اخر في الجمعيه مش فيصل. مش فيصل استاذنا هذا هو. للتوضيح للمستمعين وبس. اما شرفني أن نكون يوم الأيام عضو في الجمعية. مرحبا بك في كل وقت. يعطيك صحة إيمان. مازلنا مواصلة معكم في استقبال التليفونات 70-35-120 ديما لذمتكم. كان عندكم استفسار كان عندكم تجربة شاركونا تجربكم إذا بينا نسمعوكم ونسمعوا أصواتكم في البرنامج. نرجع معك مدام لميا. كنا نحكي قبل التليفون على الإنسان اللي في الستينات من عمرهم وقاعدين يمارسوا في الأنشطة الرياضية واللي معناتها يأثر هذا حتى على صحتهم الجسدية والنفسية. هو الحقيقة كل إنسان معناه 8% يتقدم في العمر الأكثرية تجيهم الأمراض خاصة السكري وعنا ضغط الدم الأكثر. وفما اللي عندهم إنسان يجونا السمنة دونك تساعدهم برشا رياضة المشي. مش رياضة صعيبة سهلة ما تتطلبش مهارات كبيرة ولا مهارات خاصة. وكل مرأة والمجهود متاحة ولا كل راجل مرأة مش كان نسيبر معنا رجال ومعنا أطفال. دونك كل واحد حسب العمر متاحه وحسب مؤهلاته البدنية. دونك اللي يمشي بالقوي واللي يمشي بشوية مناش مش نتقويو عليهم. وإحنا حتى نتابعوا بعض المرات الصحة متاحهم عن طريق طبيب ونزنوهم ودونك تحسن لهم هي الصحة متاحهم. حتى اللي عنده مشكل متاع circulation du sang في الدورة الدموية. الدورة الدموية اللي عنده العروق والكل دونك تساعدهم برشا. وبرشا يجي يقول لك راهو الطبيب حكم عليا. دونك هو فضاء مسكر خاصة يطمن ومش كيما تعمل مشي في الشارع هنا ما فماش مسالك صحية. دونك هي تطمن تجي تقول لك هاني كاين بين عائلتي في مكان مسكر دونك آمن. دونك هذاك علاش هو راهو معناتها النشاط هذا نتاع المشي على السيق حاجه باهيه برشا لانه إن حتى معناتها على المستوى البيئي نقصوا شويه من استعمال السيارات ومن استعمال السيارات كما قلت. الديستانس اللي تبدا قصيره شويه ما فيها بيس كان نمشيو على ساقينا خاصه اللي نجم بطبيعه واللي يبدا ماهوش مضغوط بالوقت والا ديجا عملنا سامحني عملنا تظاهره يوم بدون سياره. يوم بدون سياره باش نقلوا من نستعمل. حبينا يعني تكون اسبوعيه ما فماش خاطر فيها برشا اجراءات يلزم اجراءات برشا اجراءات امنيه خاصه. دونك ماذا بينا تتكرر هذه خلي كما قلت انت نقلوا من استعمال السيارات والدراجات الناريه وشويه نظاف الهواء وزيد نحسنوا زيد من الصحه النفسيه اللي هي مهمه برشا اليوم. به معنا بالتليفون سي شعبان باش نسمعوا تجربته. سي شعبان مرحبا بك على موجة الحياه فام. اهلا وسهلا على السلامه. مرحبا بك. مرحبا يعيشك. تحيه ليكم ولجميع افراد الاسره نتاع حياه افهم.
تحية لك أنت سيدة سي شعبين، حبينا نحكي معك على تجربتك مع ممارسة الرياضة، ناخذ فكرة عليك معناتها مع تجربتك هذه مع الرياضة كيفاش. ساعة أنت منين سي شعبين؟ أنا شعبين أبو ربيع فلسطيني. هاي مرحبا مرحبا مرحبا. ومنخرط بجمعية فرقية الأغالبة للمشي. والتجربة والله كثير معناها فرحتنا ودخل فينا معناها مدخل فينا السرور وحاسين معنا بأن الجمعية هذه معنا كنا عائلة واحدة. تحس بالجو بالانتماء تحس زيدا نعم تحس بالانتماء وتحس روحك داخل عائلتك. أيوة تحس بالانتماء وكأني في داخل عائلتي. صراحة أنا تبارك الله اليوم تحبين. مرحبا سي شعبان. أنا اليوم ما تصورش قداش مسرور بالأخبار اللي نسمع فيها. معنا الجمعية تضم مغاربة وفلسطينيين وتوانسة وما زالت القائمة مفتوحة. إذن هي أنا من فلسطين وزوجتي من لبنان معايا. الله أكبر. معنا أخت مغربية، زوج أخوات مغاربة. الله الله أكبر. وما زالت إن شاء الله هذه مش تضم العائلة القيروانية، تضم العائلة العربية معناها بأطرافها، وتسمح للناس اللي يمكن يشاركوا في التظاهرات هذه أنهم يوسعوا الأفق، العلاقات مش بركة على مستوى العائلي في القيروان وإنما على المستوى العربي. هذا إثراء للنشاط بحد ذاته، يثريه ثقافيا، لأنه ثقافيا تفتح المجال باش نتعرف على ثقافات أخرى. شاركنا مع بعضنا سي فيصل حركة العادات والتقاليد والأكلات بدل الأراء. تبارك الله، معناها تتعدى. انا نقول فوائد هالممارسه الرياضيه اللي ما تكلف، نعرج بالمناسبه نقول ما تكلف ولا شيء على الانسان، معناها مش كما القاعات تدفع اشتراك هذايا ما تكلفك ولا معدات، هذه ما تكلف شيء، وتفتحك تحسن لك صحتك الجسديه، صح تحسن لك صحتك النفسيه. احنا الرابحين صحيا وبدنيا وثقافيا 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 وثقافيا، لانه تعلمك العادات والتقاليد للبنان وفلسطين والمغرب. الاحد الماضي كان عندنا هكا خرجه الصباح معنا قاعده عائليه وكل حد جايب فطوره، معناها احنا معنا كل واحد جايب معنا اكله حسب عادات اكله حسب العادات الموجوده عنده. شنو الاكله اللي هكا تعلمتها والا تحبيتها لهنا في القروين وعرفتها وانت تمارس في النشاط الرياضي هذا؟ والله انا بصراحه تعجبني الاكله التونسيه، الكسكسي يعجبني بالعصبان، حتى من غير عصبان يعجبني. تليت الكسكسي بالعصبان. الملوخيه التونسيه تعجبني. والعصيده سي شعبين، مكليت العصيده. العصيده ما كليتش الكفتيجي ده العربي. احنا بدينا نحكي على الموالح، ما بدينا نحكي على حلو. هاي منظم يعطينا الميل الماكله المالحه ومن بعد نمشيو للحلو. كليت الكفتيجي ولا ايش شعبين؟ نعم كليت الكفتيجي القروي. ايه اكيد. هيا بيه هيا بيه، فرحانين برشا. صحة وبشفاء. فرحانين برشا انه نسمعوا صوت سي شعبان من فلسطين، تحية من خلاله هو للشعب الفلسطيني الكل. يعطيك الصحة سي شعبان على مداخلتك معنا، ان شاء الله ديما هكا في صحة جيدة، وان شاء الله ديما تزيد تتعرف اكثر واكثر على الموروث الثقافي التونسي اللي هو موروث كبير برشا، وتنجم في كل هكا مناسبة من المناسبات هذه تتعرف على موروثنا التونسي وخاصة لهنا في القيروان. احنا مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا في استقبال تليفوناتكم، نحيي مدام روضه، مدام ليليا، مدام حنان، مدام ايمان، وسي شعبان اللي دخلوا معنا. مازلنا باش نستقبلوا تليفوناتكم على 70 035 120، أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم، ما تبدلوش الموجه، خليكم معنا على 90 3. تحيه للناس يمارسوا في الرياضه، الاجماع هو انه الرياضه عندها برشا فوائد نفسيه وصحيه، تجارب الحقيقه معناتها تفرح وتنجم كانت تعطينا برشا طاقه ايجابيه، خاصه وقت اللي نلقاو الفئات العمريه الكل اليوم تمارس الرياضه وتخلق الوقت، ونبعدوا على الناس اللي يقولوا ما عنديش وقت باش نمارس الرياضه، ما عنديش برشا وقت، ما نجمش نخدم نقرا،
معناتها هالتعليات هذوما كلهم نحطوهم على جنب ونلقاو الوقت وقت اللي ننظموا اوقاتنا، وقت اللي نعطيو الرياضه نعطيوها وقت كيما وقت مشاهده التلفاز وكيما وقت الكونيكسيون كيما وقت الماكله وكيما وقت باش تقرا كتاب، يعني نعملوا امبلوا نحاولوا نطبقوا نحاولوا نلتزموا به، تكون في ساعات لممارسه الرياضه خاصه وانه عندها برشا فوائد على صحتنا النفسيه. معنا تليفون اخر، مرحبا. الو الو نسمع فيك. مرحبا مدام جميله. مرحبا عسلامه. نعم مرحبا مدام جميله. عايشك. مرحبا بك. عايش. يا عايشك، مرحبا بك على موجة الحياة فيب. كنت تسمع فينا نحكيو اليوم على الفوائد النفسيه للرياضه. عايش. تجربتك انت مع الرياضه، شنو الاستفاده اللي حققتها؟ والله استفدت منها في برشا حاجات. اللي هما كنت على قبل نمشي تفرهدت، لقيت اصحاب باهين، لقيت عباد باهين، نحبوا بعضنا نمشي مع بعضنا نخافوا على بعضنا، خرجنا برشا خرجات، مشينا الدبرة الدستور الجم المهدية الجولة الوسلاتية، ومازلت عنا برشا خرجات. معناها تفرهدنا ياسر الحقيقة نتاع ربي، والواحد كيبدلوا في البدن نتاعو وتأقلم معاها في كل شيء الحقيقة. جاو شيء كبير الحقيقة. أنا مدام روضة. فما فرق مدام جميلة سامحني، فما فرق بين انك تمارس الرياضة توا وقبل كي كنت ما تمارسش الرياضة؟ شنو الفرق اللي تحس؟ فما فرق كبير. ما عادش نجم نصبر يعني باش نقعد الاوقات اللي نمشي فيه ونقعد في الدار، يستحي نحي كل شيء من يديا كل وقت هذاك لازمني نخرج. وكان شنو باهي وانت تمارس في الرياضة، شنو الحاجات هكا اللي تحسهم وانت تمارس في النشاط هذا؟ انا قلت لك حسيت روحي ضعفت على قبل، كنت اثمن سمينة برشا على مستوى المستوى النفسي. مرتاحة نفسانيا مع الجميع الكل الحقيقة نتاع ربي، نفسانيا الواحد يرتاح يلقى جو اخر. لما الجسد يكون جيد مرتاح، وكما تقول تفقد بعض الوزن، هذا يجيب راحة نفسية ويعطي ثقة بالنفس كبيرة. أنا نحاول أن نترجم إيش قاعد أنت تقول من بكري، معناها فما ثقة بالنفس تزداد مع نقصان الوزن، وتولي ثقة في النفس ولا وتولي نافذة مفتوحة على المجتمع. نوع ولا نوع ينجم يمشي، ينجم يتحرك برشا، مش يمشي يسد يبدا سنين ياسر يمشي يبدا يلهث، توا نورمال عادي يخف. يعطيك الصحة مدام جميلة، هذه تجربتك مع الرياضة. سمعنا برشا مداخلات زيدة أخرين، الإجماع كما قلت هو أنه الرياضة عندها برشا فوائد نفسية، الكلهم فرحانين بهالتجربة هذية. ما هيش فقط ممارسة الرياضة والفوائد النفسية كهو، لكن فما روابط اجتماعية، فما علاقات تقام خلال ممارسة الرياضة هذية، فما كيف كما كان يحكي لنا سي شعبين تليق حضارات وبرتاج متاع برشا حاجات مزيانين وحلوة. نرجع معك مدام نحكي شوية على الأنشطة اللي في المستقبل عندكم للجمعية، كان تعطينا هكا لمحة شنو الأنشطة اللي عندكم؟ خلينا نذكر ساعة بالحصص اللي يحب ينضم لينا. احنا ننشطوا 3 حصص في الأسبوع. هو الحقيقة قبل انا خاطر تو عاملة عملية عندي ظرف صحي خاص، كنا يعني ساعة ونص الحصة، ساعة مشي ونص ساعة تكملة، يعني ستريتشينغ تمديد العضلات، يعني تكملة للمشي. الحقيقه انا تو عندي ظرف صحي، ان شاء الله سي خالد عياد نحب نحييه، هو نائب الرئيس وزميلي استاذ التربيه البدنيه، ان شاء الله يرجع. جاتو فتره يحضر في الباك سبور، ان شاء الله يرجع ويولي هو يعمل التمارين. دونك عندنا 3 حصص في الاسبوع، عندنا الخميس والثلاثاء 6:30 نتاع العشيه، خاطر تو الدنيا سخنت 6:30 نتاع العشيه، ونهار الاحد 7 نتاع الصباح. هذوما في الفسقيه. احنا بخلاف الفسقيه عندنا انشطه في الطبيعه، يعني مره في الشهر في الشهرين نخرجوا في مسالك صحيه خارج مدينه القيروان، ومنها استكشافيه، خاطر انا بيدي اكتشفت لي فما بلايص مزيانين هنا في الوسلاتيه وفي عين جلوله وعندهم مسالك صحيه مزيانه، منه نكتشفوا المكان هذاك، وفي نفس الوقت نخرجوا شويه نكسروا روتين، نخرجوا شويه على الفسقيه.
دونك واحنا قبل ومازلنا متواصلين، شاركنا في برشا تظاهرات مع الصحه مع البلديه، عملنا حملات نظافه، عملنا البلوغينغ اللي لقى سيت كبير كان فهمتوا شنو البلوغينغ، هو جوان دغلوتيل الاغريابل، يعني نبداو نعملوا في المشي ونلقاو لي زوردور نلموهم يعني دبوزه معناها بيئي رياضي. دونك بلوغينغ اسمه انه نمشي وعندنا ساشي وديغون، اما مش الوسخ الكبير يعني باكو دخان ولا باكو جو ولا دبوزه، النفايات الصغيره، النفايات الصغيره والسهله والخفيفه. دونك تظاهرات برشا، احنا منفتحين على الجمعيات الكل، منفتحين على الناس الكل، اللي يقصدنا ولا يحب يتعامل معنا مرحبا بي، نتعاملوا مع الناس الكل، نتعاملوا مع الصحه، متعرف سي فيصل الصحه والرياضه يتكاملوا. دونك الصحه اي ديما نعمل خيمات الحقيقه الصحيه ان نكملوا بعضنا. يعني سؤال، لما تتكلم على الخرجات والوسلاتيه ولا الجلوله ولا شنو هي التكلفه؟ لانه ذا مش يرد في ذهن بعض المستمعين. ايه عنده بالحق. شنو هي التكلفه اللي سواء للمشاركه نهار الثلاثاء والخميس والاحد او الخرجات؟ نحكي في باش يولي هو منخرط في الجمعيه، احنا متطوعين يعني مجاني، عنده انخراط نشاط مجاني. مجاني عندنا انخراط الجمعيات هذيك معروف 10 دينارات في العام، عندنا ارخص انخراط 10 دينارات في العام للانخراط سنوي، لكن هو نشاط مجاني يعني ما نخلصوش، احنا متطوعين في كل شيء، هذه باش يعرف عليه روحه. وعندنا بالنسبه للخرجات، خاطر احنا ما عندناش مداخيل، عندنا صفر مداخيل كجمعيه، احنا جمعيه رياضيه ما دونك كي نعملوا خرجات نستشيروهم على المكان وعلى التكلفه، وما نعلنوا كل بلاصه مثلا باش نعطيك خرجه نهار الاحد هذه عين جلوله، حتى اللي ما عندوش مكان نتفاهموا مثلا مع زوج ثلاثه الواجهات نخرجوا مع بعضنا كعائله، نتفاهموا مثلا مره نهزوا وحدنا ما تكلفش، وساعه ساعه كي باش نمشيو ريستورون يعمل لك فورفي، انت كي تهزوا مجموعه يعمل لك فورفي. دونك التكلفه جينيرال ما تكونش اكثر من 15 دينار، يعني يمشي وياكل ويتفرهد ويجي، دونك حاجه يعني في المتناول، ما نحبوش احنا خارجه تتكلف، وكي تكلفها انت مع مش الناس الكل تقدر، مش الناس الكل عندها الامكانيات، دونك ديما خارجاتنا نحاولوا تكون مش مكلفه. ولكن مثلا اذا كان نعملوا رحلات بالطبيعه ناخذوا كار ونهزوا بالرحلات، اما الخرجات هذوما العائليه هو الموضوع الاساسي واللي مش يبقى ما غير تكلفه بعد تولي اختياريه الخرجات، هي مساله الرياضه. نرجع للرياضه لانه هو العنصر الاساسي اللي يجيب الفائده الجسديه، ومنها من الفائدة الجسدية يجيب الفائدة النفسية والاجتماعية والثقافية، لأن الأمور هذه كلها مترابطة وهي اللي تعطي التوازن النفسي وتعطي متعة الحياة لبياناتر. سامحني سي فيصل اليوم كنت أنت حاجة ما أنا مازلت ما فقط مدام لميا سامحني معنا التليفون، خلينا يستنى فينا برشا سي فؤاد ناخذه معنا. سي فؤاد مرحبا بك على موجات الحياة فاب. مرحبا بك يا عايشة. يعيشك مرحبا بك، حبينا ناخذ رأيك اليوم في ممارسة الرياضة، الفوائد النفسية لممارسة الرياضة. أنا بطبيعتي رياضية وتوا وكما قلت فيها عندي 5 سنين في الجمعية هذيا وناشط مدني، ناشط في المجتمع المدني كصفة خاصة. باهي، شنو الاستفادة اللي تحققت لك اليوم من ممارسة الرياض؟ وميساجك أنت للناس اللي سامحني سي فؤاد، ميساج من عندك أنت أبار أنه الإفادة اللي تحققت لك، ميساجك للناس اللي مش قاعدين يمارسوا في الرياض. ميساجي للناس اللي خاطر قاعدين في القهاوي. وقاعدين تحت الحيوط حشيك. اي يستحقوا بالجمعيه هذيا بفرقين، مثلا المتنفس الوحيد في المدينه القيروان والناس كلها تعرفها، معناتها تعاقب الحضارات التاريخيه اللي عرفتها البلاد، هي المتنفس الوحيد مثلا الناس كل معناتها من الصغير للكبير، هي الجمعيه هذيا مش مختصره ولا واحد باركه ولا اثنين. بالنسبه لك انت شنو الافاده اللي تحققت لك من ممارسه الرياضه؟ ناحيه الستريس، عرفت ناس معناتها من برا، ناس معناتها من حوايج اكبر، وين ناس اكبر مني، ناس اصغر مني، معناتها تشجيعات من اعضاء ورئيس الجمعيه. انا ديجا معناتها كما نقولوا فيها كنت معاهم في الكورونا، هما يعرفوني كما نقولوا فيها،
عاونتهم وكل شيء، وتوا هاني نعملهم في النشاط 5 سنين معايا. معناتها كنت غايب كاني ومعناتها كتفوتني انا نحس وما نمشيش، كانت معناتها لقيت نحس روحي لقيتني حاجه. يعني استنست بالانشطه الرياضيه هذه وليت الانشطه الرياضيه معناتها وليت هذيك معناتها كما نقولوا فيها جزء من حياتك. عندي انا كل الدواء ذاك المرض اللي باش يجي معناتها كما نقولوا فيها. به نقرا لكم تفاعلات مدام روضة تكتب كومنتير تقول ميرسي إذاعة الحياة فهم، وتقول نحتاج سي فيصل الكعبي في التواجد معنا خاصة في الجانب النفسي للتأطير والإنصات. قلنا سبقك سيء وديجا تفهمنا فيه الموضوع وقال لي باش نجي على عين المكان ونحكيو فيه الموضوع وربي يبارك لك. باش يكون معاكم من الأستاذ فيصل هاو تعطينا مدام لاميا السكوب. يعطي الصحة سي فيصل، ديما متفاعل وديما هكا معناتها عنده رحابة صدر كبيرة. يعطيك الصحة سي فؤاد علاء مشاركتك معنا، برشا تليفونات وبرشا شهادات اليوم. نرجع معاك مدام لاميا، شنو تحب تقول؟ نحب نقول حاجة فيما يخص الخرجات سي فايزل، رأوا الخرجات ديما ماهيش متوقفش كان على الخرجة وعلى التفريد، رأي ديما نرجعوا لرياضة المشي، نعملوا المشي نتاعنا وبعد نكتشفوا يعني المشي حصة الرياضة ديما موجودة في الخرجات ولا في الرحلات، يعني الباز موجود بعد نكتشف ولا نحوس ولا نتفرد حاجة أخرى، أما الرياضة موجودة قبل كل شيء، يعني فعود هنا باش عملوها في الفسخين عملوها البرة ومننا نكتشف المكان هذاك. به ما 35 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم المشوار، فقط ترتيحة صغيرة مع الموسيقى نرجعو لكم، مازلنا مواصلين في استقبال تليفوناتكم على 70 035 120. كلمونا تجاربكم الإيجابية، إذا كان عندكم ما تحكيوا في موضوعنا لليوم الفوائد النفسية للرياضة مرحبا بكم، ما تبعدوش بعيد، خليكم ديما معنا على 93. حيا الناس يمارسوا في الرياضة، الإجماع هو أنه الرياضة عندها برشا فوائد نفسية وصحية، تجارب الحقيقة معناتها تفرح وتنجم كانت تعطينا برشا طاقة إيجابية، خاصة وقت اللي نلقاو الفئات العمرية الكل اليوم تمارس الرياضة وتخلق الوقت، ونبعدوا على كل الناس اللي يقولوا ما عنديش وقت باش نمارس الرياضة، ما عنديش برشا وقت، ما نجمش نخدم نقرا، معناتها هالتعليات هذوما كلهم نحطوهم على جنب ونلقاو الوقت وقت اللي ننظموا اوقاتنا، وقت اللي نعطيو الرياضه نعطيوها وقت كيما وقت مشاهده التلفاز وكيما وقت الكونيكسيون كيما وقت الماكله وكيما وقت باش تقرا كتاب، يعني نعملوا امبلوا نحاولوا نطبقوا نحاولوا نلتزموا به، تكون في ساعات لممارسه الرياضه خاصه وانه عندها برشا فوائد على صحتنا النفسيه. معنا تليفون اخر، مرحبا. الو الو نسمع فيك. مرحبا مدام جميلة. مرحبا عسلامة. نعم مرحبا مدام جميلة. عايش مرحبا بيك. عايش يا عايشك، مرحبا بك على موجة الحياة فيب، كنت تسمع فينا نحكيو اليوم على الفوائد النفسية للرياضة. عايز. تجربتك أنت مع الرياضة، شنو هو الاستفادة اللي حققتها؟ والله استفدت منها في برشا حاجات. اللي هما كنت على قبل نمشي تفرهدت، لقيت صحاب باهين، لقيت عباد باهين، نحبوا بعضنا نمشي مع بعضنا، نخافوا على بعضنا، خرجنا برشا خارجات، مشينا لدقر، دستور، الجم، المهدية، جهولة، المسلاتية، وما زلت عنا برشا خارجات. بعدين تفرهدنا ياسر الحقيقة نتاع ربي، وروح في بدنه، في البدن نتاعه وتأقلم معاها في كل شيء. الحقيقة جاو شيء كبير الحقيقة. أنا مدام روضة. فما فرق مدام جميلة سامحني، فما فرق بين انك تمارس الرياضة توا وقبل كي كنت ما تمارسش الرياضة، شنو الفرق اللي تحس؟ فما فرق كبير، ما عادش نجم نصبر يعني باش نقعد الاوقات اللي نمشي فيه ونقعد في الدار، يستحي نحي كل شيء من يديا كل وقت هذاك لازمني نخرج وكان شنو. باهي، وانت تمارس في الرياضة شنو الحاجات هكا اللي تحسهم وانت تمارس في النشاط هذا؟ انا قلت لك حسيت روحي ضعفت على قبل، كنت اثمن سنين برشا على مستوى المستوى النفسي، مرتاحة نفسانيا مع جميع الكل الحقيقة نتاع ربي، نفسانيا الواحد يرتاح ينقى جو اخر. لما الجسد يكون جيد مرتاح وكما تقول تفقد بعض الوزن، هذا يجيب راحة نفسية ويعطي ثقة بالنفس ويعطي ثقة بالنفس كبيرة. أنا نحاول أن نترجم إيش قاعد أنت تقول من بكري، معناها فما ثقة بالنفس تزداد مع نقصان الوزن
وتولي فما ثقه في النفس ولا وتولي نافذه مفتوحه على المجتمع. نوع ولا نوع ينجم يمشي، نجم يتحرك برشا، مش يمشي يسد يبدا سنين ياسر يمشي يبدا يلهث، توا نورمال عادي يخف. يعطيك الصحة مدام جميلة، هذه تجربتك مع الرياضة، سمعنا برشا مداخلات زيدة أخرين. الإجماع كما قلت هو أنه الرياضة عندها برشا فوائد نفسية، الكل هم فرحانين بهالتجربة هذية، ما هيش فقط ممارسة الرياضة والفوائد النفسية كهو، لكن فما روابط اجتماعية، فما علاقات تقام خلال ممارسة الرياضة هذية، فما كيف كيف كما كان يحكي لنا سي شعبين تلاقوا حضارات وبرتاج متاع برشا حاجات مزيانين وحلوة. نرجع معك مدام نحكي شوية على الأنشطة اللي في المستقبل عندكم للجمعية، كنت تعطينا هكلام حشون خلنا ذكر ساعة بالحصص اللي يحب ينضم لنا. احنا ننشطوا 3 حصص في الأسبوع. هو الحقيقة قبل انا خدت عاملة عملية عندي ظرف صحي خاص، كنا يعني ساعة ونص الحصة، ساعة مشي ونص ساعة تكملة يعني ستريتشينج تمديد العضلات يعني تكملة للمشي. الحقيقة أنا تو عندي ظرف صحي، إن شاء الله سي خالد عياد نحب نحييه، هو نائب الرئيس وزميلي أستاذ التربية البدنية، إن شاء الله يرجع. جيتو فترة يحضر في الباك سبور، إن شاء الله يرجع ويولي هو يعمل التمارين. دونك عندنا 3 حصص في الأسبوع، عندنا الخميس والثلاثة 6:30 متاع العشية، خاطر تو الدنيا سخنت 6:30 متاع العشية، ونهار الأحد 7 متاع الصباح. هذوما في الفسقية. احنا بخلاف الفسقية عندنا أنشطة في الطبيعة، يعني مرة في الشهر في الشهرين نخرجوا في مسالك صحية خارج مدينة القيروان، ومنها استكشافية، خاطر انا بيدي اكتشفت لي فما بلايص مزيانين هنا في الوسلاتية وفي عين جلولة وعندهم مسالك صحية مزيانة، منه نكتشفوا المكان هذاك، وفي نفس الوقت نخرجوا شوية نكسروا روتين، نخرجوا شوية على الفسقية. دونك واحنا قبل ومازلنا متواصلين، شاركنا في برشا تظاهرات مع الصحة مع البلدية، عملنا حملات نظافة، عملنا البلوغينغ اللي لقى صيت كبير، كان فهمتوا شنو البلوغينغ، هو جواندغ لوتيل على الاغريابل، يعني نبداو نعملوا في المشي ونلقاو لي زوردور نلموهم يعني دب وز معناها بيئي رياضي. دونك بلوغينغ اسمه انه نمشي وعندنا ساشي وديغان، اما مش الوسخ الكبير يعني باكو دخان ولا باكو جو ولا دبوزه، النفايات الصغيره، النفايات الصغيره والسهله والخفيفه. دونك تظاهرات برشا، احنا منفتحين على الجمعيات الكل، منفتحين على الناس الكل، اللي يقصدنا ولا يحب يتعامل معنا مرحبا بيه، نتعاملوا مع الناس الكل، نتعاملوا مع الصحه، ما تعرف سي فيصل الصحه والرياضه يتكاملوا. صحيح. دونك الصحه اي ديما نعملوا خيمات الحقيقة الصحية نكملوا بعضنا. يعني سؤال، لما تتكلم على الخرجات والوسلاتية ولا الجلولة ولا شنية التكلفة، لأنه دائم مش يارد في ذهن بعض المستمعين. ايه عنده بالحق. شنية التكلفة اللي سواء للمشاركة نهار الثلاثة والخميس والأحد أو الخرجات؟ نحكي في بشي ولي هو منخرط في الجامعية، احنا متطوعين يعني مجاني، عنده انخراط نشاط مجاني. مجاني عندنا انخراط الجمعيات هذيك معروف 10 دينارات في العام، عندنا ارخص انخراط 10 دينارات في العام للانخراط سنوي، لكن هو نشاط مجاني يعني ما نخلصوش، احنا متطوعين في كل شيء، هذه باش يعرف عليه روحه. وعندنا بالنسبه للخرجات، خاطر احنا ما عندناش مداخيل، عندنا صفر مداخيل كجمعيه، احنا جمعيه رياضيه ما دونك كي نعملوا خرجات نستشيروهم على المكان وعلى التكلفه، وما نعلنوا كل بلاصه. مثلا باش نعطيك خرجه نهار الاحد هذه عين جلوله، حتى اللي ما عندوش مكان نتفاهموا مثلا مع زوج ثلاثه الواجهات، نخرجوا مع بعضنا كعائله نتفاهموا، مثلا مره نهزوا وحدنا ما تكلفش، وساعة ساعة كيفاش يمشيو ريستورون يعمل لك فورفي، انت كتهزلو مجموعة يعمل لك فورفي. دونك التكلفة جينيرال ما تكونش أكثر من 15 دينار، يعني يمشي وياكل ويتفرهد ويجي، دونك حاجة يعني في المتناول، ما نحبوش احنا خارجة تتكلف، وكي تكلفها انت مع مش الناس الكل تقدر، مش الناس الكل عندها الإمكانيات، دونك ديما خرجاتنا نحاولوا تكون مش مكلفة.
ولكن مثلا اذا كان نعملوا رحلات بالطبيعه ناخذوا كار ونهزوا بالرحلات، اما الخرجات هذوما العائليه هو الموضوع الاساسي واللي مش يبقى ما غير تكلفه بعد تولي اختياريه الخرجات، هي مساله الرياضه. نرجع للرياضه لانه هو العنصر الاساسي اللي يجيب الفائده الجسديه، ومنها من الفائده الجسديه يجيب الفائده النفسيه والاجتماعيه والثقافيه، لانه الامور هذه كلها مترابطه وهي اللي تعطي التوازن النفسي وتعطي متعه الحياه لبياناتر. سامحني سي فايس، اليوم كنت انت حاجه ما انا مازلت ما فقط مدام لم يسمحني معنا التليفون، خلينا يستنى فينا برشا. سي فؤاد ناخذ معنا. سي فؤاد مرحبا بك على موجه الحياه فيب. مرحبا بك يا عايشه. يعيشك، مرحبا بك. حبينا ناخذ رايك اليوم في ممارسه الرياضه، الفوائد النفسيه لممارسه الرياضه. انا بطبيعتي رياضي وكما قلت فيها عندي 5 سنين في الجمعية هي، وناشط مدني، ناشط مثلا في المجتمع المدني كصفة خاصة. باهي، شنو الاستفادة اللي تحققت لك اليوم من ممارسة الرياض؟ وميساجك أنت للناس اللي سامحني سي فؤاد، ميساج من عندك أنت أبار أنه الإفادة اللي تحققت لك، ميساجك للناس اللي مش قاعدين يمارسوا في الرياض؟ ميساجي للناس اللي خاصة قاعدين في القهاوي. وقاعدين تحت الحيوط حشيك. اي يستحقوا بالجمعية هذيا، فقط قيد متنهار متنفس الوحيد في المدينة القيروان، والناس كلها تعرفها معناتها تعاقب الحضارات التاريخية اللي عرفتها البلاد، هي المتنفس الوحيد معناتها الناس كل معناتها من الصغير للكبير، هي الجمعية هذيا مش مختصرة على واحد بركة ولا اثنين. به بالنسبه لك انت شنو الافاده اللي تحققت لك من ممارسه الرياضه؟ ناحيه الستريس، عرفت ناس معناتها من برا، ناس معناتها من حوايج اكبر، وين ناس اكبر مني، ناس اصغر مني، معناتها تشجيعات من اعضاء ورئيس الجمعيه. انا ديجا معناتها كما نقولوا فيها كنت معاهم في الكورونا، هما يعرفوني كما نقولوا فيها عاونتهم وكل شيء، وتوا راني نعمل معاهم في النشاط 5 سنين معايا. معناتها كان تغيب كانت ومعناتها كي تفوتني انا نحس وما نمشيش، كانت معناتها لقيت نحس روحي لقيتني حاجه. يعني استنست بالانشطه الرياضيه هذيا، وليت بالانشطه الرياضيه معناتها وليت هذيك معناتها كما نقولوا فيها جزء من حياتي. عندي انا كل الدواء ذاك المرض اللي مشي معناتها كما نقولوا فيها. به نقرا لكم تفاعلات مدام روضه تكتب كومنتير تقول ميرسي اذاعه الحياه فهم، وتقول نحتاج سي فيصل الكعبي في التواجد معنا خاصه في الجانب النفسي للتاثير والانصات. قلنا سبقك سي هو ديجا تفهمنا فيه الموضوع، وقال لي باش نجي على عين المكان ونحكيو فيه الموضوع وربي يبارك لك. باش يكون معاكم من الاستاذ فيصل هاو تعطينا مدام لاميا السكوب. يعطي الصحه سي فيصل، ديما متفاعل وديما هكا معناتها عنده رحابة صدر كبيرة. يعطيك الصحة سي فؤاد على مشاركتك معنا، برشا تليفونات وبرشا شهادات اليوم. نرجع معاك مدام لاميا، شنو تحب تقول؟ نحب نقول حاجة فيما يخص الخرجات سي فايسل، رأوا الخرجات ديما ماهيش متوقفش كان على الخرجة وعلى التفريد، راهي ديما نرجعوا لرياضة المشي، نعملوا المشي نتاعنا وبعد نكتشفوا يعني المشي حصة الرياضة ديما موجودة في الخرجات ولا في الرحلات، يعني الباز موجود بعد نكتشفوا ولا نحوسوا ولا نتفردوا حاجة أخرى، أما الرياضة موجودة قبل كل شيء، يعني فعود هنا باش نعملوها في الفسخين نعملوها لبرا ومننا نكتشفوا المكان هذاك. باهي، من 3:35 دقيقة مازلنا مواصلين معاكم المشوار، فقط ترتيحة صغيرة مع الموسيقى نرجعو لكم، مازلنا مواصلين في استقبال تليفوناتكم على 70 035 120. كلمونا تجاربكم الإيجابية، إذا كان عندكم ما تحكيوا في موضوعنا لليوم الفوائد النفسية للرياضة، مرحبا بكم، ما تبعدوش بعيد، خليكم ديما معنا على 93.3. الحياة فهم، زهرة الحياة، منتدى الحياة، منتدى الحياة. سوء
خوت محمد منيري وصلنا للوقت هذا الأربعة غربة مزلنا مواصلين معكم المشوار في منتدى الحياة فوائد النفسية للرياضة هذا موضوعنا لليوم. سمعنا برشا شهادات حيا الناس يمارسوا في الرياضة نحب نشكرهم برشا مدام روضة مدام ليليا مدام حنان مدام إيمان سي فؤاد وسي شعبان ومدام جميلة الحقيقة عطاونا برشا طاقة إيجابية شحنة من الطاقة الإيجابية وهما يحكيوا على تجربتهم مع الرياضة وممارستهم للأنشطة الرياضية ولهنا نحكيه على ممارسة النشاط الرياضي اللي هو مدام اللي هو رياضة المشي في جمعيتنا اللي هي جمعية فسقيت لغال بالرياضة للجميع نقول مرحبا للناس الكل جوست برك نحب نأكد على حاجة اللي هي اللباس ماذا بينا يكون حذاء رياضي مريح مش بأي معناها حاجة نجم تمارس الرياضة ماذا بينا حذاء رياضي مريح ولبسة تكون شوية مش ضيقة يعني لبسة مريحة مقطنة تو الدنيا سخونة واللي باش يجي بدبيب زمير أو الماء تو مهم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة نشرب الماء وأهم أهم حاجة من هذا من الكل يجي باللبس ويجي ويبدا مغروب لكن المواظبة فما شكون يجيك حصة اثنين ثلاثة يشرى ولا حصة في الأسبوع ما تعمل شيء احنا ننشطوا ثلاث حصص في الأسبوع بون تجي ساعة ساعة ظرف ولا يمرض العبد ولا يجي ظرف أما راهي المواظبة هي الكل راهو اللي ما يواظبش يرجع مصفر وما يتحسنش لا نفسي ولا بدني دونك ماذا بينا نواظبوا اقل شيء حصتين في الاسبوع ومرحبا بالناس الكل وان شاء الله ما يراو منا كان الخير يعني تصبح عاده من عاده ماذا بينا ماذا بينا عاده تولي في ثقافتنا ان شاء الله لما لا احنا اليوم حكينا عن النوع من الرياضه هذه اكيد فما برشا انواع اخرى وانشطه اخرى رياضيه ننصحكم بها باش تمارسوها لانه كل الانشطه الرياضيه على اختلافها عندها برشا فوائد نفسيه واللي عنده الامكانيات يمارس اي رياضه تواكبه اكيد مساله الامكانيات هي الايجابيه في اللي تحدثنا فيه اليوم هو أن النشاط هذا مجاني في المتناول الجميع كبار وصغار عائلات نساء رجال عائلات بأكملها يمكن تشارك في الموضوع هذا وتلقى كل واحد حسب الريتم نتاعه وحسب طاقته في السير وفي لأنه يعمل جروبات أي كانت الأمراض الجسدية اللي يمكن يحملها واحد يقول أنا يمكن عندي المرض الفلاني يمكن الطب اليوم العام ينصح بالرياضة وأيسر الرياضات أيسرها لأنها لا تتطلب لا أدوات لا إمكانيات إلا زي رياضي بس متفرغ بشيء أيسر الرياضيات هي السير السير وهذا وأسهله وأيسره وفي متناول كل الناس مهما كان أعمارهم ولا أمراضهم الجسدية ومرة أخرى العوض من الناس أشارها متدخل عوض من الناس تبقى في المقاهي تتاوب في القلق عوض من الناس تبقى في البيوت في ديارهم وهم قلقين والقلق هذا يجيب الكآبة ويجيب أمراض كثيرة جسدية ونفسية عوض هذا الحركة احنا نقوله الحركة بركة يلزم الإنسان يتحرك عوض ما تقول لي هاو السير منا قادر نمشي في الكياز لا نقول راو السير اللي مش تعملوه مؤطر في مع مختصين يساعدوكم يرشدوكم يحاولوا حتى جسديا كيف ناش نعمل حركات أشارت لها السيدة لميا بكري حركات لتمديد العضلات باش نساعد جسدي ما نعملوش بقوة ونضر جسدي وما نعملوش باسترخاء باش ما نستفيدش إذن هل التأطير هذا مع مختصين في مجال الرياضة يخلي أن الممارسة دي مضمونة أخلاقيا لأنها مؤطرة بقيم رياضية كبيرة مؤطرة اجتماعيا في العلاقات مؤطرة جسديا في الحركة الجسدية وهذه كلها فوائدها كما قلنا النفسية كبيرة لأنها تعدد العلاقات الاجتماعية تخرج الناس من العزلة تخرج الناس من الكآبة وما يسميوه الكبي تخرج الناس من الضغوطات معناها تلقى فرصة لما تمشي للممارسة الرياضية هالضغوطات سواء كان منزلية عائلية أو في الشغل
أو اجتماعية أو ريتم الحياة اليوم اللي يصبح متسارع كبير تسمح للناس تمتص هالضغوطات وتمتص هالستريس اللي يمكن يتولد عليه السكري وضغط الدم ويتولد عليه أمراض كثيرة. هذه فرصة باش هالأمراض اللي كنا نمتصها وكما قالها أحد المتدخلين العقل السليم في الجسم السليم. إذن كيفناش نعطي ظروف باش نعيش في جسم سليم؟ كما قلت وأنا هذي نأكد عليه ونقوله، اللي يمارس الرياضة لن يزوره طبيب ولن يزور طبيب. اللي يمارس الرياضة يداوم على شبابه مهما تقدم العمر، يداوم على شباب معناها دايم في صحة دايمة. وهذه هي مهمتنا في الحياة، نحافظوا على الصحة الجسدية ونحافظوا على الصحة النفسية باش تكون علاقتنا سوية مع محيطنا، أطفالنا، زواجنا، قرائبنا، تكون نفسية مرتاحة مش تحت الضغوطات. وأبسط خلاف يفجر عنف كبير ونمتص العنف اللي داخل المجتمع. هذه أحد الحلول اللي توصيتنا، فكروا في الحركة، في ممارسة الرياضة، كل حسب إمكانياته. هذه فرصة باش الواحد يمارس الرياضة ما غير تكلفة. حاجة بركة نحب، فما حاجة مهمة سي فيصل، أنه احنا مركزين ياسر على العائلات، فيها فايدة كبيرة. قولي كيفاش؟ طيب تعرف يعني الراجل اللي بدا يخدم صباح لليل وصغار تقرأ يجم يكون ما يقعدش وقت كافي مع صغاره، والمرأة ما تقعدش وقت كافي مع راجلها، فكي يتلقاه هما في نشاط مثلا من الحد لحد يجيب مرتوج حتى فرصة، حتى هما وحدهم زيادة ما معناها ايه، ولا حتى الكوبل وحده حتى مع صغيرات فرصة باش العائلة تقرب أكثر لبعضها وتشوف أكثر بعضها وتحكي أكثر مع بعضها. دونك احنا وزيد عليش احنا حتى صغار قلنا مرحبا بيهم، باش ما تلقاش المراه عذر تقول لك اه ما عنديش وين نحط صغاري. لا جيبهم صغارك، وحتى كي ما يعملوش النشاط محفوظه مسكره يلقى وين يلعب، جيب بسكليته. عندنا شكون ما يعملش الرياضه من الاعضاء يجم يأطرهم، يعني ما مش باش نخليهم حتى عذر باش يقول لك ما نجمش نعمل رياضه. باهي في اليوم الوطني لرياضه المشي شنو النشاط اللي محضرين؟ دونك هو رياضه المشي تولت يحبوا يعموها في الولاية الكل، هي موجودة برشا جمعية تعمشي في الولاية، دونك باش تولي تظاهرة وطنية. بالنسبة للسنة هذه أول مرة هي باش تعمل نهار 29 ماي في الولاية الكل. إن شاء الله نخلي لكم مفاجأة ونحكيوا عليها، ونحكيوا عليها في مختلف برامج إن شاء الله، كي تقرب نعملوا لها برنامج ونجي نحكي عليها أنا والمسؤولين إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فقط نخلي لك كلمة الختام مدام لاميا. كلمة الختام، فكروا في رواحكم، اخرجوا من الديار، اخرجوا ابعدوا على القاوي، تحركوا شوية، خموا في صحتكم، خموا في نفسيتكم، يجوا مارسوا الرياضة، رانا متطوعين مجانية، ثلاثة حصص في الأسبوع، نظموا رواحنا في أوقاتنا، في صغارنا، في ديارنا. مرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله ما تشوفوا منا كان الخير وتشوفوا جو مرح وعبارة على عائلة واحدة. مرحبا. يعطيك صحة مدام لاميا. نختم معك أستاذ فيصل كلمة الختام. شكرا لمدام لاميا على تلبية هالدعوة وهالمبادرة الحلوة ذي من 5 سنين موجودة وقاعدة تمتد. كما قالوا بعض المتدخلين أنه في القيروان ما فماش مجالات كثيرة باش الإنسان يلقى نشاط ويرفع عن روحه ويلقى نشاط يدور فيه الدم. إن شاء الله اليوم الميساج متاعنا هو مارسوا الرياضة لتكونوا في صحة. الهدفنا الكل هو الصحة الجسدية والصحة النفسية. يعطيك الصحة أستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي اللي ديما يكون حاضر معنا كل نهار اثنين واربعة في منتدى الحياة، ناخذوا ونناقشوا معاه مختلف المواضيع الاجتماعية. مشكورة برشا مدام لاميا الجيبسي أستاذ التربية البدنية ورئيس جمعية فسقيت الأغالبة للرياضة للجميع. نستناوك تحكينا بأكثر تفاصيل على اليوم الوطني لرياضة المشي إن شاء الله نهار 28 ماي، ونعرفوا الفعاليات 29 باش يكون به نهار 29 ماي. دونك نعرفوا فعاليات اليوم الوطني هذا شنو باش يكون عندكم
لكم من أنشطة. سينو احنا الموعد يتجدد معكم غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت في حلقة جديدة وموضوع جديد. كنت معكم سوار بن حميدة من قدام الميكرو. نشكر شكر الشحاوي في الديجيتال وسهيل زيدا السلمي الزوز اللي امنوا لكم البث المباشر. نشكر زيدا امنا بوخيت يعطيهم الصحة اللي جنود الخفاء اللي موجودين وراء الكونسول يامنوا لكم البث المباشر. سينو نقول لكم تابعوا بقيت برامج الحياة فام جوك على 93 من الأربعة حتى للستة. موجز الأخبار مع زميل حسن النابتي أهم الأخبار الجهوية الوطنية العالمية. ما تبعدوش بعيد ديما خليكم معدلين الموجة على 93. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.